حلقة جديدة سجلها برنامج بيت الكل هالأسبوع على محطة الام تي في بعد ما استقبل كل من الفنان اللبناني آدم ومقدمة البرامج هيلدا خليفة اللي غنوا ضحكوا وطلوا لأول مرة بشكل عفوي ومميز. المعروف بصوته الدافي طل أول مرة بهالنوع من البرامج وكشف عن جوانب كتيرة من حياته الخاصة وشخصيته. أول شيء عادل أنا كتير بحبه من زمان وبتابعه، وبرنامج تبعه كتير مهضوم وكتير محبوب، وقصدت أطلع معه لأنه ما بدي غيب كتير عن اللي بحبوني. خلال الحلقة آدم فاجأ مقدم البرنامج عادل كرم بإطلاق أغنيته الجديدة تعا، واللي كانت السبب بحذف كل صوره عن حسابه الخاص على إنستغرام. عن كل شيء بتحكي، عن الأعراس، عن الحب، عن الفرح، عن السعادة، عن الحياة الحلوة، ذكريات الجميلة. هيدا الأغنية مع مين تعاونت فيها؟ هاي الأغنية كلمات أنور مكاوي، ألحان محمود عيد، توزيع جيمي حداد. تعال تنعم من ذكريات ونحسب إن الماضي مات اللي ما عشنا سوا. بالختام آدم تحدث عن إمكانية تقديمه لألبوم غنائي كامل خلال الفترة المقبلة. أكيد عم نحضر ألبوم إن شاء الله. رح تكون الغيبة طويلة هالمرة. لا ما بقى في غيبات. مقدمة البرامج هيلدا خليفة اللي حفرت اسمها بعالم التلفزيون من خلال برنامج ستار أكاديمي وقدرت حافظت على نجاحها جميلة وستايلة، كانت سعادتها واضحة بهالحلقة. كتير راضي عنا وكانت حلقة حلوة لأنه كان الجو حلو، وعادل دايما كمان هيك بيحطك بجو مريح وحلو، وبسط كمان بآدم وأنه تعرفت عليه أكتر عن قريب، وعن جد كانت كتير هيك هوموجينيس. من باب إطلالتها ضمن برنامج بيت الكل سألنا هيلدا إذا هالمشاركة رح تكون فاتحة خير لبرنامج جديد لألا على محطة الام تي في، خاصة أنه غيابة طال عن الشاشة. يمكن ما بعرف يعني هيدا المحطة أو غيره، وهيك بضل في يعني تحضيرات لشي وهيك منشوف كيف على أيها بدنا نشتغل أكتر. خلال اللقاء هيلدا كشفت أنه الموضة والبوتيك الخاص اللي بتملكه من قرابة العام كان سبب من الأسباب اللي شغلتها عن الأعلام والأضواء. عندي كونسبت ستور هلا عم اشتغل عليه، صار له شي سنة فاتح ومبسوطة فيه كتير كمان لأنه عم سافر وعم نقل تيب واللوكات والهيك، وفي أنه ماشي مبسوطة بالزبونات اللي عم يجوا اللي عم بيصيروا زبوناتنا وعم بنبسط فيها للشغلة. هلا التيفي بعيد عنك شوي؟ هلا مساقبه هيك يعني، بس مش لانه انا وقفت او ما بدي، لا بس انه بس يجي شيء مناسبني بحبه بلاقي حالي فيه اكيد. هيلدا خليفه من المذيعات المثقفات اللي بتلبق لهم الاضواء والبرامج الناجحه، على امل هالاطلاله ما تكون اليتيمه لألا وغيبتها ما تطول على الناس. Oh,
فيها.